لمتابعة آخر عمليات الإجلاء ينضم إلينا من قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة مراسلنا حمد المحمود، ومن محيط معبر قسطل على الحدود المصرية السودانية مراسلنا أحمد مهران. مرحبا بكما. أبدأ معك أحمد، أنت موجود يعني على الحدود السودانية المصرية، تحديدا معبر قسطل، وهي نقطة تجمع دعت إليها الخارجية المصرية الراغبين بالعودة من السودان للتوجه إلى هناك. تفاصيل أكثر حول كل ما يتعلق بعملية الإجلاء. نعم، هو يوم جديد من عمليات الإجلاء المستمرة للرعايا المصريين ورعايا دول أجنبية عدة كانوا قد غادروا وما زالوا يغادرون الأراضي السودانية عبر الحدود المصرية، وكذلك يستمر تدفق الأسر السودانية الفارة من هذه الأوضاع المتدهورة داخل السودان تحديدا العاصمة الخرطوم إلى مصر. فيما يتعلق بأرقام وأعداد من تم إجلائهم حتى الآن، فقد تجاوز عدد المصريين الذين تم إجلائهم أكثر من 5300 مصري، نصف هذا العدد على الأقل تم إجلاؤه فقط يوم أمس، وهو ما يشير إلى تسارع وتيرة الإجلاء التي تشرف عليها السفارة المصرية في السودان، والتي قامت بإعادة تمركزها بعيدا عن مقر السفارة لكي تتمكن من مباشرة أعمالها بعيدا عن بؤرة التوتر هناك. أيضا يشير إلى تسارع وتيرة الإجلاء عدد الطائرات وعدد الرحلات التي قامت القوات المسلحة المصرية بتنفيذها إلى من قاعدة شرق القاهرة العسكرية إلى ميناء بورسودان، حيث تم بالأمس فقط تحريك 9 طائرات مروحية عسكرية لنقل المصريين العالقين هناك، والذين قاموا بالتجمع في هذه المنطقة، وهي إحدى المناطق التي دعت الخارجية المصرية بالتوجه إليها، ميناء بورسودان في منطقة بورسودان، وكذلك مقر القنصلية المصرية والمكتب القنصلي في وادي حلفة ومطار دنقلة، وكذلك معبر أرقين على الجانب السوداني ومعبر أشكيت قسطل على الجانب السوداني. فيما يتعلق بأعداد من تم إجلاؤهم من الأجانب من دخلوا مصر حتى يوم أمس بلغ نحو 16,000، 14,000 شخص منهم من الجنسية السودانية، وقد وهم بالطبع مستمرون في التدفق عبر معبري قسطل وأرقين، إضافة إلى 2000 شخص من 50 دولة و6 منظمات دولية تم إجلاؤهم بالفعل. عمليات الإجلاء مستمرة بالطبع بالتنسيق مع السلطات المصرية. بالأمس كان وزير الخارجية البريطاني قد قدم الشكر لنظيره المصري على الجهود المصرية في إجلاء الرعايا البريطانيين من السودان، وعبر عن أمله في استمرار هذا التعاون من أجل إجلاء باقي الرعايا البريطانيين. كذلك السفير اللبناني في القاهرة قدم الشكر للسلطات المصرية على نجاح جهودها في إجلاء أسرة لبنانية مكونة من 5 أفراد. يعني اليوم ربما تتسارع الوتيرة أكثر مع استمرار هذه الهدنة، وقبل أن ربما يحدث أي تطور على الأرض يؤدي إلى استمرار الاشتباكات واستمرار يعني وجود العالقين داخل الأراضي السودانية. نذهب وإياك أحمد إلى مراسلنا حمد المحمود الموجود في قاعدة الملك فيصل البحرية. حمد، يعني كنت تترقب وصول السفينة الإجلاء الثانية لهذا اليوم، هل وصلت بالفعل؟ كم يبلغ عدد الواصلين على متنها؟ وهل هم من جنسيات مختلفة كما جرت العادة؟ نعم مشى بالفعل، ربما تشاهدون خلفي بالصورة للتو رست هذه السفينة المسماة جلالة الملك، وصلت الآن من ميناء بورسودان حتى هنا ميناء قاعدة الملك فيصل البحرية في الأسطول الغربي بمدينة جدة، وربما الصورة تتضح أكثر الآن. الاستعدادات تقريبا انتهت للفرق الهندسية والفرق الفنية التي تجهز استقبال هؤلاء الذين وصلوا على هذه السفينة، وعددهم 195 ممن طلبوا إجلاءهم من داخل الأراضي السودانية، يمثلون 17 جنسية. تنوعت هذه الجنسيات من جنسيات عربية وكذلك آسيوية وإفريقية وأيضا أوروبية، وكذلك من الولايات المتحدة الأمريكية يتواجدون على متن هذه السفينة. ربما الاستعدادات الآن، تشاهدون هنا على يمين الصورة بعض سفراء بلدانهم وأيضا الملاحق العسكرية
العسكرية قدموا لاستقبال ذويهم والذين تم إجلاؤهم من الأراضي السودانية إلى المملكة العربية السعودية وتحديدا مدينة جدة. حرص مسؤولو هذه البلدان سواء كسفراء أو ممثلين للقنصليات أو أيضا ملاحق عسكرية حرصوا على أن يتواجدوا هنا في المرفأ لاستقبال ذويهم الذين قدموا على متن هذه السفينة لبدء إنهاء إجراءاتهم المتعلقة باستضافتهم داخل المملكة تمهيدا لإنهاء هذه الإجراءات ومن ثم سفرهم مرة أخرى إلى بلدانهم بعد أن يتم إنهاء هذه الإجراءات من كافة القطاعات الحكومية. إذن نشاهد هذه الاستعدادات على أرض المرفأ لاستقبال هذه الوفود التي تأتي تباعا إلى ميناء قاعدة الملك فيصل البحرية بالاسطول الغربي في مدينة جدة، حيث تذهب هذه السفن وهي عبارة عن بعض الفرقاطات البحرية الحربية وكذلك بعض القطع الحربية وعددها 11 قطعة. نشاهد الآن في الصورة قائد الأسطول الغربي يتجه إلى داخل السفينة لاستقبال هذه الوفود ومن ثم نزولهم إلى أرض الميناء في استقبال رسمي لهؤلاء الذين تم إجلاؤهم من داخل السودان إلى داخل المملكة العربية السعودية. نتحدث عن 11 قطعة بحرية سخرتها القوات البحرية الملكية السعودية كخط بحري مفتوح فيما بين جدة ومدينة بورت سودان لإجلاء هذه الرعاية، إضافة إلى السفن التجارية الضخمة المدنية والتي أقلت قبل يومين أكبر عملية إجلاء قامت بها الحكومة السعودية وحملت هذه السفينة كانت تسمى أمانة، حملت 1687. أيضا تشير الأنباء إلى أن هذه نفس هذه السفينة التجارية المدنية ستقوم يوم الغد بإجلاء مجموعة تقدر بقرابة 2000 شخص من ميناء بورت سودان وحتى ميناء قاعدة الملك فيصل البحرية هنا في جدة. نعم ميشا، مراسلنا حمد المحمود من قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، شكرا لك. ومن محيط معبر قسطل على الحدود المصرية السودانية مراسلنا أحمد مهران أيضا، شكرا جزيلا لك.